يا قارئ القرآن يا قارئ القرآن يا قارئ القرآن نورك في العلا يا قارئ القرآن نورك في العلا في سائر الأكوان والآفاق ولقد رأيت الذكر هذب أهله فغدوا شموع العلم والأخلاق والذكر يا أحبابنا نور على نور وبدر في البرية باقي يا قارئ القرآن يا قارئ القرآن يا قارئ القرآن نورك في العلا جمعية خيرية فيها ترى بذلا وحرصا فاق يا أصحابي فيها لتحفيظ الكتاب أحبة بذلوا الجهود لحفظ خير كتابي بمدينة المختار أشرق نورها وشعاعها ليضيء للطلاب يا قارئ يا قارئ القرآن يا قارئ القرآن نورك في العلا طلابنا فخر لنا هم عزنا ما دام فيهم حافظ القرآن شدوا الأيادي وابذلوا حتى نرى صرحا سما بالهدي والفرقان وسنابل مهما تضاعف خيرها ستفي بعهد الجود والإحسان وسنابل مهما تضاعف خيرها ستفي بعهد الجود والإحسان واليوم نختتم السنابل بيننا بمحبة ومودة وإخاء كم حافظ للذكر من أفضلها ومعتل أبقاه بالأصداء فختامها مسك وأنتم مسكنا عطر يفوح شذاه في الأرجاء فختامها مسك وأنتم مسكنا عطر يفوح شذاه في الأرجاء يا قارئ القرآن يا قارئ القرآن يا قارئ القرآن نورك في العلا